أهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. بداية كل التعازي إلى اللبنانيين وللعالم العربي أيضا برحيل أبي الطائف وحامي السلم الأهلي رئيس مجلس النواب السابق الرئيس حسين الحسيني، كل التعازي. فإذا نبدأ هذه الحلقة مع ضيفي في الاستوديو رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر. أهلا وسهلا فيك. أهلا رئيس، أهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. بدنا نبلش باليوم، في كتير استحقاقات لازم نفصلها دستوريا، وللأسف اليوم يعني يتزامن هذه السجالات الدستورية مع رحيل أبي الطائف رئيس حسين الحسيني. اليوم بدنا نبلش بالوفد القضائي الأوروبي، هل فعليا هناك خرق للسيادة اللبنانية بهذا الوفد، وخصوصا بأنه سمعنا أجواء امبارح أنه في جرأة لدى هذا الوفد القضائي بطلب تصوير محاضر وتصوير بعض المستندات الرسمية، ما حقيقة هذا الموضوع؟ أول شغلي بدي شارك بالتعازي بدولة الرئيس حسين الحسيني اللي فعلا كان صخرة وطنية وصخرة إصلاحية وصخرة تشريعية، بس رجالات مثل هالرجالات ما بتموت، بتضل بقلوب كل واحد منا. أما فيما يتعلق بالوفد القضائي، يعني في شغلة اليوم ما عم تنفهم كتير. قالوا جاي وفد قضائي، شوي بتقوم القيامة تبع بعض وسائل الإعلام انه هالوفد القضائي ما جيته بالشكل اللي جاي فيه يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وانتهاكا. نعم. طيب على اي اساس؟ في شي حدا قبل ما يقول على هالتلفزيونات على وسائل الإعلام حدا نتأكد سند القانوني اللي على أساسه جاي هالوفد القضائي، إذا كان في شي معاهدة دولية تربط البلد اللي باعت قاضي من عنده بلبنان، اتفاقية تعاون مثلا مع مثل مع الفرنسوية؟ هل لبنان موقع على معاهدة دولية تتعلق بمكافحة جرائم بسموها عبر وطنية ترانس ناسيونال؟ يعني جرائم مثل جريمة تبييض الأموال، ما فيك تبيض أموال أنت وقاعدة بتضيعة عنا. تبييض الأموال اليوم بيصير من بلد لبلد، وبالتالي بينشبكوا عدة بلدان بتبييض الأموال. وصار في سنة 2008 لبنان أبرم أو دخل بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. نعم. إذن دخل هالمعاهدة الدولية دخلها بنظامه القانوني اللبناني، وبالتالي صارت بتطبق مثل ما بيتطبقوا أحكام القانون اللبناني. نعم. هيدول هالمعاهدات إن كان اتفاقيات تعاون أو معاهدات دولية في عندهم جزء منه بيحكي عن التعاون بين الدول لمكافحة هالنوع من الجرائم. نعم، بس ضمن شروط رئيس. أكيد ضمن شروط، وبالتالي هن وقت اللي إجوا لهون مش قرر ياخد الطيارة ويجي لهون وما سأل لا عن لبنان دولة ولا عن لبنان مؤسسات ولا عن لبنان حكومة ولا عن لبنان وزارة عدل ولا عن لبنان قضاء. نعم. ولا بالوارد هالشي يصير. لهيك كان التمني قبل ما هالنقطة هيدي تنثار بالإعلام ويصفي رأي بياخدك ورأي بيجيبك، كان التمني لو نرجع كنا قبل ما نطلع على التلفزيون ونطل هالطل الأجريسيف اللي فيها عدائية. نعم. تجاه الدول الأجنبية، نشوف
شو هو الأساس القانوني اللي جايين. طيب بس ريس ما خاب أمل هودة اللي طلعوا وهاجموا الوفد الأوروبي، وخصوصا أنه مبارح يعني الوفد الألماني كان الأجواء بتشير أنه صار في سجال وطلبوا تصوير بعض المستندات وتم الرفض من الجهة اللبنانية. اليوم هيدا ما عم بيأكد أنه في نية غير إيجابية يبدو بخصوص هيدا الملف تحديدا. أعوذ بالله، لا ما لازم ينعطى هالسجال هيدا. هالسجال هيدا هو سجال قانوني. نعم. والسجال بيلتقى حله ضمن شروط الاتفاقية وضمن تفسير شروط هالاتفاقية. اليوم هالجماعة بالأول جايين لهون مش حتى يحاكموا الحاكم رياض سلامي أو البقوي بجرائم وقعت على الأراضي اللبنانية وبس. نعم. هي دول جماعة في عندهم ملفات مفتوحة ضد حاكم مصرف لبنان وضد بعض الشخصيات الأخرى وضد مصارف. نعم. ببلادهم. هي دول مش ما لهم علاقة بالقضاء اللبناني إذا عم بيلاحق ولا ما عم بيلاحق حاكم مصرف لبنان. أوكي. هي دول بدهم يخلصوا ملفاتهم، ولازم هالملفات هونيك منيح اللي ما عندهم اعتكافات عرفت كيف بقى بدهم يخلصوا هالملفات، مع انه وضعهم الاجتماعي بطل كتير احسن منهم. بقى المهم انه بيعملوا حتى خلص ملفي انا، اذا كان في شخص بدي استجوبه وموجود ضمن اراضي غير الاراضيه بعمل ما يسمى بالاستنابه القضائيه، يعني بكلف القضاء بالبلد اللي. نعم. بدي روح لقله انه هو يستجوب. نعم. هلا في اكثر من هيك، في انا حضر السؤالات لانه الدعوه على الان عندي. نعم. انا كقضاء الماني او كقضاء فرنسي نعم بحضر الاسئله اللي بدي اسالها للشاهد او للمشتبه به وبجي على لبنان فيها. نعم. كون حاكي أكيد مع وزارة العدل ومع النيابة العامة التمييزية بيعطوني موعد حتى أقدر استجوي. الاستجواب هون حرصا على مقتضيات السيادة الوطنية بيتم دايما بواسطة قاضي لبناني. نعم. يعني القاضي الأجنبي بيحضر يستمع فقط، بيحضر بيستمع. هلأ غالبا ما بيشارك أوقات. نعم. يعني بيحكي مع القاضي اللبناني إنه لا مش هيدا اللي كان بدي أقوله، كان بدي أقول غير شيء. يعني بيصير في نوع من حوار حتى ينسأل هالمشتبه به أو هالشاهد حتى ينسأل كل الأسئلة اللي محضرة مين؟ مش محضرة القضاء اللبناني، محضرة القضاء الأوروبي تبع البلد اللي منتمي لقله. وهيدا اللي صار. طيب. بيصير في أوقات خلاف على التفسير. يعني المستندات، أي مستندات له حق القاضي يصور، القاضي الأجنبي. نعم. أي مستندات له حق يصورها وأي مستندات ما له حق يصورها. مثلا إذا كان إجا قاضي أجنبي قال لك أنا بدي صور كل ملف التحقيق، تقولي له وقف يا حبيبي، شو لك بكل ملف التحقيق اللي أنا عامله هون؟ أنت اللي شو الشيء اللي متعلق فيك، شو بدك مستندات بيتعلقوا بالدعوة المقامة قدامك. نعم. بصور لك إياهم تكرم عينك، بس إنه إجي دخلك شريك معي بالتحقيق اللي أنا عامله هون. لا والله بدك. طيب. ما توفي. طيب رئيس، حتى بالشكل يعني مبارح أثير موضوع كتير مهم أنه حضور موظفي السفارة اللي بينتمي لإلى هذا الوفد لا يجب أن يكون داخل قاعة التحقيقات، وكمان صار عليها سجل. هل يجوز أم لا يجوز، ولا بس القضاة سيقتصر على وجود القضاة فقط؟ الحضور بيكون للقضاة. يعني الأمنيين، لأنه أنت بتعرفي أنه هالوفود هي جاي فيها رؤساء أمنيين. نعم. فيها يمكن مسؤولين إداريين ما بنعرف مين اللي، وفيها هالقضاة. أنا اليوم بفهم يفوت لعندي القاضي، كل واحد عنده صفة قضائية بيدخل لعندي. بس أنا الجهاز الأمني هيدا ما بفوته لعندي، ليش بدي فوته؟ نعم. بمعرض تحقيق قضائي. إذن في مينيموم هون
مراعاة للأصول. بالأصول بفهم إنه يكون موظف بالسفارة جاي الغاية تبعيته إنه يترجم مثلا، نعم. ويتأكد من إنه اللي عم يدلي فيها الشاهد عم بيرجع بيتدون مظبوط، فحوه اللي عم بيدلي فيه الشاهد عم بيتدون مثل ما هو، نعم. بدون أي تحوير بالمعاني. هيدولي بس هيدولي روتين. هي بس مين بيبت فيهم هذه الأمور الروتينية؟ هل هو مدعي عام التمييز انت ولا هون على أرض لبنانية، نعم. وبالتالي السيادة هي للقضاء اللبناني هون، مظبوط، نعم. والقضاء الأجنبي هو ضيف، من عامل الضيف أوقات من قله نحن الضيوف وأنت رب المنزل، بس ما بيمنع أنه هو ضيف وهو جاي لازم يتأيد، ومش بس بقواعد القانون اللبناني، بنصوص المعاهدة الدولية اللي بتحلهم. بالنتيجة اللي بقصده أنه نعمل من هالقضية قضية كبيرة وقضية رأي عام وقضية، علما أنه هي قضية بتمرق يمكن 300 مرة بالسنة على النيابة العامة التمييزية بيجي استنابات قضائية. طيب بس ريس هون لنختم هذا الموضوع، كمان في تخوف قضائي من رجالات قضائية كمان مهمة، إنه هذا الوفد الأوروبي جاي لأن في أموال لبنانية بالمصارف الأوروبية لوضع اليد على هذه الأموال، وكأنه يعني اللي فيه للبنان مش مكفي، كمان الأموال اللي هي برا إن كانت مهربة بطريقة شرعية أو غير شرعية هذه الأموال رح يحط عليها اليد وكمان رح تروح من الحقوق اللبنانية. أولا اللي عم بيتفضل بهالحديث هيدا كان لازم يحكي للحكومة، لأنه لما بيكون في عندك دولة أجنبية عم بتلاحق شخصية لبنانية بتبييض أموال، بغسيل أموال، بتهريب، يمكن اختلاس أموال عامة، بفساد. طيب هون هيئة القضايا عنا بوزارة العدل، هيئة القضايا اللي بتمثل الدولة، نعم. ما فيها تروح تتدخل بهالمحاكمة وتقول إذا كان ثبتوا هالمصريات نحن بدنا إياهم لأنه هيدول المصريات للبنان، عم ناخد احتمال، نعم. من الاحتمالات. هلأ تاني احتمال، ما في شيء بيمنع لما بينضبطوا المصريات هلأ مضبوطين، نعم. بس إذا كان بيتبين أنه هيدول مختلسين من أموال اللبنانيين أو من أموال الدولة اللبنانية، بيضل في طرق مراجعة تقدر ترجع تأمن لك إياهم. يعني ما ضروري أنه أنا حطيت إيدي على الملف يعني وكأنه اللي بدي طلعه من الملف مثل كأن هيدا بير نفط، اللي بطلعوا من البير هيدول لألي، لا مش هيك بتصير الأمور، نعم. مظبوط. إذا كان الاختلاس تم على أموال لبنانية صح، مثل تمام تابلو، هالتابلو هيدا عم ينباع بسوتبيز بلندن، تبين أنه هالتابلو مسروق من المتحف من عنا، منيح، شو بيعملوا هونيك؟ بيضبطوا لأنه مسروق، نعم. بس ما بتاخذوا الحكومة الإنجليزية بتفتش مين صاحب التابلو بترد له إيه، نعم. يعني مش هالقد هالمسائل بتخوف قد ما الناس عم بيعكسوا هالتخوف هيدا. إذا كانوا أموال منهوبة لبنانية كوني أكيدة إنه الدول بعدهم أشرف من هالطبقة الحاكمة تيردولنا إيه هون وما يروحوا بجيب. طيب بموضوع الوفد القضائي الأوروبي أيضا في قاضي جاي كرمال موضوع مرفق بيروت وتحقيقات مرفق بيروت، واليوم شفنا الجلسة لتعيين قاضي رديف، لوين بدها توصل هذه القضية ريس؟ يعني وخصوصا بأنه يعني بتشوف الجهتين مع حق، الناس اللي بدها الحقيقة مع حق وضروري ومجبورين نوصل للحقيقة، والناس كمان اللي هلأ بعدها موقوفة أنه حل كمان يتم البت بالقضايا اللقلة. إذا صح
إذا بتسمحي لي سؤالك شقين. نعم. أول سؤال هو عن القاضي اللي الفرنساوي اللي إجا له. نعم. ما لازم ننسى نحن أنه من بين الضحايا في ضحايا من الجنسية الفرنسية. نعم. مش بس في ضحايا من الجنسية الفرنسية هون دخلوا كبارتي سيفيل يعني كأصحاب حق. نعم. شخصي، إنما نقام الدعاوى بفرنسا. مظبوط. نعم. إذن وضع يده القضاء الفرنسي على قضية المرفأ لجهد معرفة بس مصير هالضحايا الفرنسيين كيف ماتوا. نعم. مظبوط. هيدي واحدة. اثنين، تنرجع لهلا قضية كلهم معهم حق. أنا بقول إنه في شيء مثل ما بيقولوا الشمس شير أو الناس إيش، ومعليش إذا كنت تعطيني ثلاث دقايق. تفضل. قضية المرفأ لما صار في تفجير أو انفجار. نعم. المرفأ أول نص ساعة بيصرح فخامة الرئيس إنه نحن ما بدنا تحقيق دولي. أول نص ساعة على شو؟ على أهم انفجار بالعالم صار بتاريخ البشرية غير نووي. وبرروا بوقتها أنه لأن بيكون في مماطلة بالتحقيق والحقيقة بتاخد لأنه بيميع الحقيقة. نعم. ما بعرف شو هي خبرته هو فخامته بالتحقيقات الدولية، وين شايف أنه هالتحقيقات الدولية ميعت الحقائق. استند بتصور على قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق قضية الحريري. اغتيال الرئيس الشهيد الحريري فسرها بالقلب. لأنه قضية استشهاد الرئيس الحريري أصعب شيء كان فيها التحقيق. لجنة التحقيق أصعب شيء. ليه؟ لأنه كانت جريمة إرهاب. والإرهاب هو جريمة ظل. مظبوط. إجا التحقيق الدولي وضع يده على ملف اغتيال الرئيس الحريري بعد 8 اشهر. نعم. على الاغتيال خلص بعد سنتين وشهرين. ليه؟ نعم. هيدا التحقيق الدولي. اما المحاكمة اخذت 14 سنة. نعم. بقى الله خلينا ما نخلط بين التحقيق الدولي اللي كان من اصعب تحقيقات ممكن تصير. نعم. ما هيك قدروا وصلوا بالاسم، علما انه جريمة ارهاب، بالاسم للي خطط واللي نفذ. صح. طيب بسنتين هون عنا القضية 100 مرة اهون. في عندك 2700 طن نترات دامونيوم موجودين على البور انفجروا. نعم. حي الله خبير حرايق بينزل من الكشف على مكان الانفجار او مكان الحريق اللي خلفوا الانفجار، من الكشف على الجوار، من بيضل بيلاقي أدلة وبعدين ما تواخذيني شو بيجيب التحقيق الداخلي. يعني الحمد لله هالأجهزة الأمنية عنا اللي يمكن ما عم بيعطوه ياكل للعسكري، ما عم بيجيبوا له ورق للكمبيوتر تبعه للعسكري، ما هيك؟ معيشينه عيشة ذل للعسكري أو المنتمي إلى جهاز أمني. هيدا الزرق. وتجهيزات، أنا أقول لك التجهيزات الجديدة عمرها 7 سنين، بينما بالتحقيق الدولي أنت منفتحة على كل العالم. كل العالم مجبور يساعدك لأنه التحقيق بإشراف الأمم المتحدة بيصير وبينفتح لك كل المختبرات وكل التكنولوجيا الجديدة تقدر تستعملها. بس يعني التجربة الوحيدة اللي صارت وطلب لبنان مساعدة بعض الدول الأجنبية هي بموضوع صور الأقمار الاصطناعية، وما كانت كتير تجربة مشجعة لأن ما ساعدوا لبنان ولا بأي شيء. طيب. من هون بيقولوا أنه هذه القضية إذا استلمتها المجتمع الدولي رح تتسيس. هيدي أيمتى صارت؟ أول شيء صارت هالطلب هيدا تبع أعطونا صور عن الأقمار الاصطناعية، وثاقبت القمر الاصطناعي الفرنساوي كان عم بيشرب قهوة عند شيبول بوقتها وياكل كرواسان، لهيك ما كان مارق فوق الفوق. مبينين هون إنه عملية تعتيم متفق عليها.
إنما مش هون يعني مؤامرة عملية تعتيم يعني مؤامرة. أنا اللي بدي أقوله بس إنه اليوم في فرق بين لبنان يطلب وبين ما الأمم المتحدة تطلب، بين ما لجنة تحقيق دولية تطلب. لجنة التحقيق الدولية فيها من المحققين النزيهين والمتجردين والأخصائيين، اللي بيخلي كل كلمة بيقولها واحد منهم تسوى جبل. بيجي بيقول ما عم نشوف تعاون. أنا ما بعرف إذا كان الفرنساوي مزبوط عنده قمر اصطناعي هون، إنما الأمم المتحدة بتعرف أي أقمار اصطناعية كانت موجودة هون وعم بتصور بهالمنطقة اللي عم تغلي غليان، يلي هي منطقة الشرق الأوسط وخصوصا على حدود إسرائيل، خصوصا مع المشاكل اللي عم بتصير بسوريا، مع المشاكل اللي عم بتصير بلبنان. إذا في مراقبة مستمرة مستمرة. ما لا يعقل إنه القوى العظمى ما يكون في عندها ساتلايتس مرأة هون وأخذت صورها. يعني الخطأ بدأ من الأساس. نعم. ولكن هلأ نحن وصلنا إلى هذا الواقع وعم بيحاولوا يلاقوا مخرج لحتى ينصفوا أهالي الشهداء وينصفوا أيضا كمان الموقوفين اللي ممكن يكونوا لا علاقة لهم. على رأسك. وبالتالي مين أساس المشكل؟ دايما بدك ترجعي حتى ما تلبسي المجرم أو المرتكب. بلا المجرم بعد لحد هلأ ما فينا نقول مجرم. نعم. المرتكب مين بدنا؟ ما فيك تلبسي لبس الضحية هيك على عيون 5 ملايين لبناني. اليوم في قضاء ارتضيتوا كلكم هون انه هالقضاء بدنا نأمن له، وبدنا نأمن للأجهزة الأمنية تبعيتنا تعمل التحقيق. نعم. وعينتوا محقق عدلي. اجا هالمحقق العدلي وهيدي صارت ليش طالب بالتحقيق؟ إذا بدك رأي تيضل هالملف مضبوط، لأنه قضاءنا مثل ما الكل بيعرفوا اليوم قضاء منخور بالسياسة. اجوا يعينوا أول محقق عدلي، جاب المحقق العدلي حارس العنبر، جاب اللي عم بيلحمه، جاب رئيس الدائرة تبع الجمرك، جاب طيب. وصار في توقيفة بس وصل ووصل عن حق، لأنه نيترات دامونيوم صار لهون من 2013. الانفجار صار بال 2020. بال 2013 كانوا 2700 طن، بال 2020 لما انفجروا كانوا 520 طن. طيب في 2000 طن 2200 طن اختفوا من سنة 2013 لسنة 2020، وكان في أجهزة مسؤولة. أول شيء كيف بينحطوا هيدول؟ تحت رقابة مين انحطوا؟ تحت سلطة مين انحطوا؟ نعطى خبر إنه هيدي مواد خطيرة إيه ولا لا؟ كيف تنقصوا من 2700 طن؟ أكيد تهرب منهم 2200. بس القاضي دعا على كل الأجهزة المسؤولة عن أمن البور. ما هون الفكرة اللي بدأت شوي تشكك بالفريق الآخر، أنه في استهداف سياسي، لأن في فريق أمني هو مسؤول عن هذا الموضوع تم تحييده. ستنا قاضي التحقيق بالأول بيستمع قبل ما يبلش، بده يكون فكرة. نعم. استمع لقائد الجيش جان أهواجي إيه ولا لا؟ نعم. استمع له. استمع لمدير المخابرات إيه ولا لا؟ استمع له. قرر يستمع لكل واحد ثابت عنده بالملف قاضي التحقيق إنه هيدول كانوا يعلمون إنه في نيترات دامونيوم. وأضرب من هيك، وزارة الأشغال هي وزارة الوصاية على مرفق بيروت. منيح؟ نعم. وزير صار له 3 سنين بوزارة الأشغال، القيمة على مرفق بيروت في 2700 طن مواد خطرة وأكثر من خطرة.
ما كان معه خبر انه في، خلي يقول لي ما معه خبر خي وتكرم عينه خليه يفل، بس انا بدي استمع له. اجوا بس بلش يطلب استماع لا وزراء الاشغال من الوزير فنيانوس لا غازي زعيتر، الوزير غازي زعيتر لا وزير الداخليه لانه عارف انه كان معه خبر، لا رئيس الوزاره اللي ثابت كمان انه اعطي هالتقرير، وصل له التقرير لانه بيدون عندهم انه وصل التقرير. ما بقى في يقول لك لا ما وصلني، وصل التقرير. قرر ينزل يكشف على على المرفأ، بيجي تليفون بيقولوا له بننصحك بعدم النزل على المرفأ لانه في اخطار ما بعرف شو. طيب مش حقه المحقق العدلي بس يعرف مين اللي تلفن لك، مين اتصل فيك، بلكن اتصل فيك حتى يهون لك اياها، ولا هيدا حق للمحقق العدلي مثل ما حقه يستمع بصفة مش حتى مشتبه فيه، بعد ما صار مشتبه فيه بجوز بس مش مدعى عليه، ما ادعى اساسا. قامت القيامة على الرئيس اذا بتتذكري فادي سوين وازيح الوزير الرئيس فادي سوين، تمت رفع يده عن الملف اذا بديك بدعوى الرد وتعيين القاضي طارق بطار مطرح. تمام، بس لاي عله؟ لاي عله؟ هيدا المهضوم، انه لانه كان بيته بالاشرفيه وبيته تضرر. يعني فيك اذا بدك تغطي منيح بس يخرب ذوق هالغطى شو هو مبهبط، انه لانه بيتي بالاشرفيه وبيتي تضرر وبدي مثل كل الناس هونيك اذا عم بيوزعوا تعويضات انا كمان بدي تعويض. صفى، انت عندك راي مسبق بقضيه المرفأ، زحوا شو بدي، ما بدنا نفوت بالتفاصيل هون الممله. اجا محله الرئيس بيطار. الرئيس بيطار تعلم انه اوقات الرئيس فادي سوين كان قلبه طيب ينجر اوقات بكلمه او كلمتين من هون او هيديك، اجا مثل ما بيقولوا بالفرنساوي ميكم ان كارب، ما بدي افتح تمخي لا منيحه ولا وحيشه، مع انه كثير يعني سرب عن لسانه احاديث صحفيه نقلا عن لسانه، نقلا عن لسانه ما قريته ولا واحد صدقيني، لانه يمكن نقلا بس ما بعرف. انا بعرف لما بدي اعطي تصريح بقول لهم في استعمل اسمك، بقول لهم استعملوا اسمي خي طالما عم بعطي التصريح، مزبوط، وقت ما بدي ما بعطي تصريح. بس هو تقلك المثل الواقعي، اول شيء رجع طلع عليه انه مزبوط لازم ارجع استجوبهم هيدول، وصل لذات النقطه بس بلش بده يبعت وراهم. قامت القيامه مثل ما قامت القيامه على فادي سوين، على الرئيس سوين عفوا، انا بعيط لهم فادي وهيدا لانه بحكم الزماله. يعني هلا بلشوا بنغمه انه والله الرئيس بيطار عم بيسيس التحقيق. يا اخي وين عم بيسيس التحقيق؟ هلا صرت اذا بدي استمع للوزير الوصايه على المرفأ اللي بقيوا النيترات دامونيوم 3 سنين هو وزير، إذا بدي استمع له صرت عم بكفر. بلشوا بهز الإصبع، انتبه أنت عم بتسيس التحقيق. طيب بقي مكفي شوي، تاني مرحلة بعتوا له تهديد على بيته، يعني العدلية هي بيته للقاضي. أنا بال 44 سنة خدمة مضيت وقت بالعدلية أكثر ما مضيت وقت بالبيت، وبتصور الكل هيك نحن الوضع. طيب بعتوا له التهديد واللي هدد ما قبل غير يتأكد إنه التهديد وصل بحذافيره. منيح؟ طيب شو جوابه كان؟ بتعرفي؟ بيمون الحاج وفيد. هيدا كان جواب البيطار. ثالث شيء بدنا نعمل مظاهرة شعبية تنقبعه.
يا عمي شو عم بيصير؟ وبأي بلد بالعالم تعملي مظاهرة تتشيلي قاضي مستلم ملف بهالدقة اللي من أكبر طيب. بس رئيس كمان ما بدي كتير أغرق بالتفاصيل لأنه كمان بدنا نشوف بالعينتين مثل ما بيقولوا أنه لأن هني كمان عندهم وجهة نظر أنه القاضي اللي بيقول للصحفيين أنه أنا عم بحبس السمك الصغير لأوصل للسمك الكبير كمان بيكون عندهم حق أنه يدافعوا عن حالهم ويستخدموا يعني حقهم بالدفاع بالنهاية. وحضرتك يعني بتعرف انه المتهم الحق المقدس له هو الدفاع عن نفسه صحيح؟ طيب لا طيب لما اغرق كثير بهذه التفاصيل هل خطوه تعيين قاضي رديف هل قد خطيئه لحتى هل قد مرفوضه؟ اولا اكيد خطيئه لانه مش قانونيه. تعيين القاضي الرديف خطوه منا قانونيه. وإذا بتسمحي لي هيدا رئيس مجلس القضاء سهيل عبود الرئيس سهيل عبود لما انقبل بالقاضي الرديف قبل فيه فعلا لاعتبارات إنسانية ليس إلا يعني مغط الحبل أكثر قطشت الحبل لما انقبل بس بشرط يبقوا المعايير اللي كان حاططها موجودة. نعم. ألا وهي الحياد ثم الحياد ثم الحياد. كل شيء في قضاة تحقيق بالجمهورية مين عرضوا عليه؟ ما طلعوا غير باسم واحد. القاضي سمرندا نصار. طيب. والرئيس نصار اللي منجله ومنحترمه كلنا إنما يعني في عندها نوع من محابات ما بدي اقول انتماء لانه اكيد يمكن منا منتمية اما ظهور العلني الى جانب قياديين من تيار الوطني الحر بيجعل منا شيء بينقز. طيب اليوم لكن كيف بتفسر حضور يعني الوزير السابق سليم جريساتي ما بين المتظاهرين امام العدلية يعني انه بس يعني وين انا صدقيني ما شفته وهلا عم بتعلم هلا عم بعرف انه الوزير سليم جريساتي كان اليوم انا بفهم الوزير جريساتي يكون في عنده وجهه نظر انه هالتحقيق لازم يكفي وصدقيني يعني كيف بدي اقول لك بيكبر قلبي اذا كان هيك عم بفكر لانه اليوم جريمه المرفأ هي جريمه كل واحد راح هيدا خيي وهيدي اختي وهيدي امي اذا هالجريمه هاي ما بفهم بعد كيف ثلاث ارباع الشعب اللبناني ساكت وما كل يوم عم ينزل على الطريق يطالب بانه تكفي. المهم انا مشاني عم بقول لك هالملف هيدا اليوم بي بي بوضعه الحالي ما رح يقلع بوضعه الحالي ما رح يقلع إلا ما ترجعي لتحقيق دولي لأنه اليوم العدلية عم بيتقوص عليها من السلطات تيشلوا الرئيس آخر الرئيس يلا بيطار تيشلوا الرئيس بيطار قدموا دعوة مسؤولية الدولة عن عمل القضاء غير دعاوى الرد ايه اجى الرئيس مين قدام مين بيتحاكم قدام الهيئة العامة لمحكمة التمييز نعم. طلع واحد على التقاعد من سنة بمحكمة التمييز انفقد النصاب تبع هالهيئة نعم بعتوا بدهم يحينوا تشكيلات جزئية لأربع رؤساء تمييز بس تشكيلات جزئية مش للستمية قاضي حتى يكملوا الهيئة حتى تقدر هالهيئة تبت بدعوة ضد البيطار. شو بيصير بالملف؟ الملف منين؟ بجرار معالي وزير المال. اوكي يا زلمة ليه؟ لا
بس ريس انت كمان ما... ريس كمان في قبل تشكيلات قضائية نامت بجرور بعبدة كمان هيدي ما بننساها وكان هيدي جريمة أكبر وكان في تبرير بوقت وزير المال إنه ما في توازن طائفي وطلب تصحيح هذا الموضوع ورجع نام هذا الملف كمان مهضوم ما هو بدك تعرفي بالأول كيف المجرى الطبيعي للأمور. صارنا 50 سنة بينعمل تشكيلات قضائية. بهال50 سنة كم وزير مال مرق؟ وزير المال بس تبعتي له التشكيلات بيطلع، خصوصا انه هون 4 أسامي في أعباء مالية بيرتبها المرسوم، لأنه هيدا منه مرسوم بيتعلق بالمالية، هيدا مرسوم بيتعلق بتعيينات بالعدلية. بيشوف في أعباء مالية بيرتبها المرسوم؟ لا ما في، بيوقع. ما قاله يتدخل أكتر من هيك. منيح؟ ما قاله مجبور يوقع إذا ما في أعباء مالية. إذا في أعباء مالية هل ملحوظة بالموازنة؟ ساعتها بيوقع. منيح؟ هون عنا صار وزير المال بعد 50 سنة على اجتهاد مستديم قال وقفوا هالمرسوم ما في نسائية. ومن أيمتى وزير المال صار مشان مرسوم تشكيلات قضائية بيصير قضية المسائية يلي بتنسار بالمجلس النيابي بفهم، بتنسار بمجلس الوزراء بفهم، بس وزير المالية بمعرض توقيعه على تشكيلات قضائية ما إله فيها غير يدقق إذا في أعباء مالية ولا لا. صفة هو بده يعمل كنترولور، بده يراقب عمل وزير العدل بشغلة بتعني العدلية. ما بتصور إنها مهضومة كانت، خصوصا إنه العذر أقبح من ذنب هون. وبالتالي بس تقلك أنا إنه العرقلة كيف عم بتصير. هون العرقلة صارت من قبل السلطة التنفيذية أو بعض السلطة التنفيذية لها التشكيلات لعمل القضاء. السلطة التشريعية اليوم شايفة انه في إساءة استعمال حق بالتقاضي بشكل يعني بشكل فادح لدرجة انه شلوا المحقق العدلي لسنة وشهر. منيح؟ تقدموا بمشروع انه قالوا يا خي خلينا نعدل ب3 أسطر بس. نعم. منعدل وبيصير المحقق العدلي بيقدر يكفي التحقيق. بعده المشروع واقف بالمجلس النيابي، علما انه اذا في فعلا نية انه يرجع المحقق العدلي يشتغل ما بده اكتر، لانه خصوصا انه معجل مكرر، ما بده اكتر من 2 شهر بيطلع هالأن. بس تقلي لحظة بس، هو التعديل هيدا بشو قصدك؟ نفس اقتراح القانون اللي قدم برفع الحصانات عن رأس الهرم وصولا ما ضروري رفع الحصانات، لا لا لا، لأنه في عدة قوانين تقدمت. في نص بيقول لما بتتقدمي بطلب الرد هلأ النص الحالي ترفع يده للمحقق حكما. اجا هالنص يقول لما بتتقدمي بطلب الرد بيضل محقق عم ينظر إلا إذا صدر وقف تنفيذ من المحكمة. يعني بيضل هلأ بس تبت المحكمة نقالت إيه منوقف التنفيذ، يعني في شيء جدي. نقالت لا ما منوقف التنفيذ بيضل محقق مكفي. طيب بآخر ربع ساعة من حلقتنا بدنا نحكي عن موضوع كمان دستوري جدا مهم اللي هو متعلق كمان بأمور الناس بحاجاتهم الضرورية. اليوم في حاجة لعقد جلسة مجلس وزراء، نعرف هذا السجال اللي كان داير اليوم يبدو أنه تبلغ الرئيس ميقاتي بحضور حتى وزراء حزب الله هذه الجلسة، وبالتالي قائمة هذه الجلسة بأول الأسبوع المقبل. اليوم كيف يعني سيتجاوز الرئيس رئيس الحكومة موضوع إمضاء الرئيس الوزير المختص اللي هو وزير الطاقة، لأنه معروف أنه ما راح يوقع، وبالتالي ستنا المرسوم لما بيتخذ بمجلس الوزراء لازم يوقع على الوزير المختص. نعم مزبوط.
والوزير المختص لازم يوقع صفية إلزامية على التوقيع. يعني اليوم إذا كان في عندي ثلاثة بدي أعين منهم واحد مدير عام وزارة العدل، عندي ثلاث أسامي، اخترت اسم، المهم يكون مستوفي الشروط. ما فيهم اثنين البقوة يطعنوا لأنه عندي سلطة استنسابية، يعني إلي حق نقي من بين الثلاثة اللي أنا برتقي. بس في بالمقابل أوقات تبقى سلطتك مؤيدة مقيدة. يعني لما مرسوم بيتاخد بمجلس الوزراء، كان بعده مشروع، بيتاخد بمجلس الوزراء قرار مجلس وزراء يجب أن يترجم بمرسوم، صفة هون ملزم الوزير المختص أنه يمضي. نعم. هلأ ما مضي، أنت بتعرفي أنه في شقين اليوم. الحلو أنه نحن منحكي مثل إذا بدك بجنس الملائكة، وهن الخلاف مش هون، الخلاف على عملية كباش عم بتصير ما بين فريقين، تيار ورئاسة حكومة واللي بدك إيه، إنه بي أقوى من بيك أو بيك أقوى من بيك. في واحد منهم اليوم عم يتطلع لمصلحة بلد، أنا رح أقلك بصراحة ما بعد صراحة، الشيء اللي ما بينقال إلا على تلفزيون الجديد يمكن. أكيد برأيي الحكومة المستقيلة إلى حق تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية عند الشغور. أكيد أنا مشاني إلى حق، وهالجدل هيدا بيزنطي للي بدهم يضلهم عم بيتسلوا. من جهة تانية حكومة تصريف الأعمال بتشتغل مثل ما بيقولوا بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، هيك وارد بالدستور. إذا بدك أشياء حالات ضرورة حتى تحطي أو حتى تجمعي مجلس وزراء بحكومة مستقيلة. بأول جلسة مجلس وزراء صارت تقلك أنه المشكلة كانت مشكلة كباش. نوضع 65 بند، قال شو هيدول ملحين. طيب يعني فيك تستغبي إذا بديك اللي بيساوي المي عنا بالضيعة، بس ما فيك تستغبي 4 ملايين اللي بنتريهم في 65 بند دخلك الخطة، خطة التعافي، هيدا مش شي ملح؟ مش عم تشتغلوا فيها؟ صفيتوا بدكم تشتغلوا اليوم بمصالحة بين المستشفى الفلاني، هيدي شغلة ملحة؟ عم بحكي مثلا. نعم. هلا هي أول جلسة كان في إلها أخطاء وقطعت بعد سجلاتها من 65 ل 23. ولولا الرئيس ميقاتي بالأول إجا حط 4 بنود أو 5 بنود، هيدول ملحة منيح وبالفعل بيكونوا ملحين. ما كان حدا فتح تمه. لا بس هلا عم نشوف غير شيء. يعني هلا بهذه الجلسه حط 6 بنود، ولا بل هو متعاون اكثر بموضوع انه بس حصر جدول الاعمال ببندين اللي خصم بالكهرباء. عليك. بعده السجال قائم والتيار الوطني الحر رافض عقد جلسه لمجلس الوزراء. يا قلبي التيار الوطني الحر في عنده كيف بيقولوا تفكير او طريقه تفكير بتناقض أغلبية طرق التفكير المنصوص عليها بالكتب. يعني ما بدي التيار الوطني الحر من أول ما ترك فخامة الرئيس غير ميسائية وغير قانونية وبدها توقيع كل الوزراء حتى تمشي. نعم. أخي لا مش هيك ومش لأنه عليت الصوت صار هيك. لا يا حبيبي، هل يعقل إذا بدك تمضيها لكل الوزراء مجتمعين وزير الشباب والرياضة اليوم بقضية سلفة الكهرباء كلهم وقعوا بما فيهم وزير الطاقة، شو بيجيك وزير الشباب والرياضة بيقول أنا ما بدي وقع، شو صار؟
وقفت سلفة الكهرباء لأنه ما في إجماع الـ 24 وزير؟ لا شيء حلو كتير. يعني اعتماد هالمنطق بكفي إنه يقول لي هالمنطق مرفوض أساساً ولا يعقل إنه نمشي بهالمنطق هيدا. وبالتالي اليوم ميشاني السياق الفكري المعتمد من قبل التيار الوطني الحر بخصوص إمكانية استلام الحكومة المستقيلة، لأنه هو بلش من هون أنه هيدي غير ميسائية وغير دستورية وغير قانونية واللي بديك، هيدا سياق فكري يمكن يحترم، إنما أنا مش من اللي بيوافقوا عليه. وبتصور أغلبية اللي قلن علاقة شوي بالكتب، ما بدي أقول، بيقولوا لك أنه هالتفكير هيدا فيه ثغرات، والتفكير اللي المشى فيه هو تفكير أسلم. طيب شو يعني شو المخرج رئيس؟ يعني هلأ رح تعقد الجلسة، رح يصير في قرار بمجلس الوزراء أنه هذه السلفة ممكن يعطوها لكهرباء لبنان. ما وقع وزير الطاقة؟ هل هناك يعني حدا ممكن ينوب عن توقيع وزير الطاقة؟ يعني وزير بالإنابة هل ممكن ينوب مطرح الوزير الأصيل؟ أنا اللي عم أقوله سلطته إلزامية، نعم، وإلا يعتبر المرسوم لزوم ما لا يز نافذ. نعم. إذا كان مرسوم لازم يصدر عن مجلس الوزراء. نعم. مرسوم متخذ بمجلس الوزراء. أوكي. ومضيوا عليه التلتين، عرفت كيف؟ صفى ملزم انه يوقع عليه. واذا ما وقع، ما هو عم بيقول ما بدي وقع الا ما يكون في 24 وزير. انا حر مين عارف. بيلزمه يعني شو ممكن يكون الاجراء اذا في حال تمرد وما بيطلع هالمرسوم ويروح يطعن فيه معالي وزير الكهرباء، يروح يطعن فيه قدام مجلس الشورى الدولي، ومنشوف ساعتها انفو بورتوت او وزير بده الأمضى الـ 24 وزير، أو يكتفى بالنصاب. المرسوم اللي يتخذ بمجلس الوزراء يتعدى أساساً اختصاص وزير واحد هون، لأنه بيتعلق بالكهرباء منقول الوزير المختص. نعم. بس في يكون وزير الصحة الوزير المختص، في يكون، نعم، مظبوط. إذن هيدا يتعدى شخص الوزير المختص. دونك لازم هالمرسوم هيدا يبصر النور لما بيكون في تلتين تبع مجلس الوزراء ماضينه، وفي صلاحيات رئيس يعني الجمهوري. بده توقيع التلتين، مش 13 وزير، بده التلتين. هذا مثل هيدا المرسوم لكن يصير نافذ، تيعتبر انه متخذ بمجلس الوزراء. نعم. ما هيك؟ نعم. لانه المرسوم العادي هو المرسوم اللي بيوقعه الوزير المختص، رئيس الحكومة، وزير المالية وال... نعم. إذن هون لهيك عم كمان في عندك نصاب الحضور هو نصاب التلتين. نعم. طيب إذا وقعوا كل هالموجودين باستثناء هالوزير، وعم بيقول لهم أنا مثل وزير ما بعرف مين اللي كمان مقرر ما يقاطع بالجلسة، نعم، ما بدي أقعد أركض، أنا ما بوقف البلد كرمال قضية ملحة لا بل ضرورية. نعم. وقاعد أبروم دخيلك تعم ضيلي، وهو لا يبقى دريان بالسلفة ولا يبقى دريان بالكهرباء أساسا. طيب هل يصلح هون القرار الاستثنائي؟ يعني حتى وزير الطاقة عم بيقول أنه هذا المرسوم ممكن أنه نهرب من هذه المشكلة عبر قرار استثنائي. ستنا هيدي البروسيدور تبع السلفات الاستثنائية اللي كانت تعطى أساساً غير قانونية، ما حدا طعم فيها. هلأ إذا كان قررنا نرجع عن الخطأ ونقول خلينا نعمل الأمور مثل ما لازم تنعمل، بكف الناس عم نعملها مثل ما لازم وعم بتقوم لينا لقيامة، منيح، بجي بعاتبه بقول له عملها بشكل الكل معترفين أنه مخالف للقانون. الكل بيعترفوا انه هالسلفات الاستثنائية مخالفة للقانون. نعم. هون عم نغطيها بمرسوم يا اخي. منيح. يعني النكد
عم بيصير بحيث يفقد التفكير بالمصلحة العامة لصالح حنكيات شخصية، وهذا الشيء اللي ما بيجوز. يعني هو موضوع لأنه في فتح اعتماد يجب أن يكون هناك مرسوم ملزم هذا الموضوع. يعني هيدا أنا ما درست النقطة من هالناحية هيدا، بس إنما أنا أمنت للدراسات اللي معمولة بخصوص هالسلفة هاي كيف تنعطى طريقة القانونية أكتر شيء إذا بدك، هي إنه تمرق عبر مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء. أوكي، هيدا اللي فيه يقوله. طب بس إذا في حال رجع طعن في وزير الطاقة أمام المجلس شورى الدولة، وبالتالي أدي بده وقت لكرمال يبت بهذا الموضوع والبواخر يوم. البواخر موجودين وفي عم تتكبد خسائر الدولة اللبنانية. هيدا الحلو إنه حدا فكر شيء. أنا بدي ضلني على رأيي وأنت بدك ضلك على رأيك، والبيت جوا عم بيحترق، صرنا دافعين مليون دولار دامرج بس للبواخر. نعم. دامرج وهي واقفة منيح، وبعدنا لا انت بتحل ولا انا بحل. هيدي اسمها تبدية المصلحة العامة على المصالح الخاصة. هيدي بدك تقولي لي انه كلياتهم صاروا ايدياليست، انه يابا انا صاحب مبدأ وانا مبزيع عن المبدأ. هيدا تقويم كلام لا يجوز ان يستمر. هيدي قلة نضوج لا يجوز أن تستمر لما بتهتم بالشأن العام. طيب بسؤال أخير رئيس، لأن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، حتى بالوضع السياسي العام رئاسة الجمهورية يبدو أنه الفراغ رح يتمدد لأن ما في إمكانية لتوافق داخلي، كيف تنظر إلى مستقبل لبنان هلأ بالأيام المقبلة، وخصوصا أنه حتى داخليا ما كتير مبين أنه محلحلة، وخارجيا ما في قدرة على الوصول إلى تسوية دولية ممكن أنها تعود إلى لبنان بالإيجاب؟ يعني العرض مثل ما عم تعرضي أنه لا في توافق داخلي ولا الخارج مهتم. نعم. فينا شو منتظر يا رئيس صادر؟ أنا منتظر أنه الحالة تسوء وتسوق أكثر، وكل يوم إساءة بالحالة بده شهر بعدين ليتعوض. كل يوم. نعم. بدنا شهر تنعوض، وبعدنا لحد هلأ ما حدا بيفكر بأين المصلحة العليا للدولة. هون في معايير اليوم ما يواخذوني كل واحد بحط معايير، إنما المعيار الوحيد هو يكون هالرئيس بالأول لبناني بما يعنيه لبنان كبلد سيد حر مستقل، ونظيف الكف مثل ما التلم الأعوج من الطور الكبير، تلم الجالس كمان من الزلمة المنيح الآدمي. بس تحطي زلمة طب عن مين بهيدي المواصفات؟ يعني أكيد أنت في تصور براسك لشخصية ممكن أن تكون هي شخصية هاي المرحلة. ليك صدقيني لبنان ما بيخلى، لبنان ما بيخلى، بس اللي شايف اليوم اللي عم بيصير بيقلك دخيل الله خليني بالخبي. أنا حتى بين بوجود هيك طبقة وبوجود هيك حسابات عم تنعمل، واحد بيصوت لميريام كلينك والتاني بيصوت لما بعرف شو لجبران خليل جبر، يعني ما في نضوج بعد انه لك لبنان عم بيغرق عم تتغير هويته. يا جماعة بدنا نسترد بلدنا. من سنة 2013 في شي خطة النفايات نجاحي الدخلي، بعدنا منوسع بالكوستا برافا رح نوصل عبروس بالكوستا برافا وبرج حمو منيح، كل مرة قرار بتوسيع النفاذ. خطة الكهرباء نجحت. خطة الكهرباء أنا قال لك شفتكي 24 ساعة 24 عتمة. والأحلى من هيك صوتوا للكهرباء ما تصوتوا للجنراتور، إنه في عندك حياة. طيب بس دعا الرئيس نبيه بري إلى حوار لمرتين
يعني للأسف الفريقين المسيحيين الأكبر رفضوا هذا الحوار وأفشلوا هذا المسعى الداخلي. في مهرب ريس من الحوار؟ أنا برأيي أكيد 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 ما بيجي اليوم بوجود فريقين ولا واحد منهم عنده أكترية نيابية. بوجود الفريقين إذا ما صار في كومبرومي، الكومبرومي هو المصالحة بتنازل مشترك. تنازل صار اليوم مفهوم الكومبرومي، مفهوم المصالحة حتى بالقانون صار تضحية مشتركة، مش بس تنازل مشترك، صفة تضحية مشترك. اليوم عندك بلد عم بيحترق، وهالبلد منه كاتماندو، البلد هو بلدك عم بيحترق. ولو ما فينا نتفق بقى على شخصية ولن تكون لبنانية وبدها تكافح على الفساد أولا وأخيرا، وحياتك مش متطالب أكتر، لأنه العبرة اليوم ما بقى في عندك شخص تقولي هيدا بتاع كله، يعني بيفهم بكل شيء، بيفهم بالاقتصاد وبيفهم بالسياسة وبيفهم بالعسكر وبيفهم بالقضاء. لازم يكون في اكيب مستشارين حده. بس لا. رئيس يعني المقربين من الرئيس السابق ميشيل عون بيقولوا انه هو حرق عهده لانه كان عم بيحارب الفساد. هلأ بدنا نرجع نحرق البلد من جديد، يعني 6 سنين جداد لأنه بدنا نحارب الفساد؟ ليك أنا في عندي حديث بيزكزكني شوي، عارفتي اللي هو ما حاربت الفساد يلي بقى أنا مشاني يعني اللي بده يحارب الفساد، عرفتي، بيشوف بالقليلة هل هيدي البودرة اللي بعينه، أو ما بيشوف العمود اللي بعينه بس بيشوف البودرة اللي بعيونك. هيدا شيء ما بيجوز. هل بعد في واحد يعقل إنه يقول بعد 6 سنين اللي نزلتنا من يابا نحن البلد 90 بالعالم لل190 بالعالم إنه نحن كنا مستلمين في كل شيء، كل مقدرات البلد كانت بإيدنا، نجي منقول اليوم نحن كان بدنا بس ما خلونا واعطونا من هلأ ارجعوا ثقتكم تتشوفوا بست سنين زيادة والله الكهرباء رح تجي إلا 10 مش ساعة بالنهار. القاضي شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة السابق، بدي أتشكر حضورك اليوم على أمل فعليا أنه العودة إلى الكتاب والعودة إلى الدستور لحتى ينتظم هذا البلد ومؤسسات هذا البلد. شكرا كثير لمشاهدتك معنا، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حضور هذه الحلقة، وإلى اللقاء.